أحمد الغانم رئيس اللجنة التنفيذية الرياضية في محافظة درعا. بإذن الله سنعمل على رياضة ونعيد الرياضة إلى ملاعب حوران، سنعيد الرياضة بإذن الله حرة كريمة إلى أهالي حوران، وكما حوران انتزعت كرامتها وحريتها بالدم فسننتزع حريتنا وكرامتنا بالرياضة، وسنعمل بإذن الله على رياضة حرة ليست كالرياضة التي كانت على عهد النظام المجرم، حيث أن النظام المجرم كانت الرياضة في ملاعبه عبارة عن تمثيليات وخزعبلات، وليس لنا نحن الآن في هذه الملاعب التي ترونها بعينكم إلا أن نستعيد حريتنا بالرياضة. برع ياسين أبو زريق، عضو لجنة تنفيذية في محافظة درعا. تقام هذه البطولة بمناسبة عيد الثورة. نقيم هذه البطولة رغم كل ما حل بنا من دمار وضرب من هذا النظام الفاجر وتدمير للبنى التحتية، لكننا لدينا الإصرار والعزيمة في هذه المحافظة لإعادة الرياضة إلى الواجهة، والحمد لله ها نحن نعود بهمة الشباب وهمة الرياضيين في هذه المحافظة. يشارك في هذه البطولة 8 أندية من المنطقة الشرقية و16 نادي من المنطقة الغربية. سيتأهل فريق عن هذه المنطقة وفريق من المنطقة الغربية ويلتقيان في المباراة النهائية إن شاء الله، ويتكلل منهما فريق بالنصر. نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة وكل الأندية.